المهم قبل ما نبدا الفيديو بغيت نبارطاجي معكم هاد اللقطات اللي جات جارتي الصراحه. نهار السبت الصباح والله الا فايقونا من النعاس حيت حنا ما نعسناش بكري، فايقونا من النعاس قالت لك جينا نشوفو نور ونجيبو ليها الكادو، حيت كنت عارضه عليهم البنات، ولكن ملي طبق داك القانون مقدرش صراحه نخلطو مع العائله وجابوا لي الكادو، جاو وجلسوا معنا شحال ودرت لهم قهيوه وبقاو جالسين معنا. شوفوا مساكن جابوا ليها مونيكا وغناو لها لانغ زازو اللي فين عرفتي تصدمات بقات كتشوف فيهم. المهم انا غادي نحاول ملي رجع ان شاء الله من المغرب غادي ندير لها واحد العراضه ونعيط عليها هي ووليداتها وراجلها باش هكا نكملوا تحنا الصواب ديالنا. هي دارت الصواب ديالها وانا ندير الصواب ديالي، وبنيات عندها جوج بنيات توام وليد الله يحفظهم لها يا ربي، ظريفات جارتي الله يعمر لها الدار. السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا لاباس وبخير. غبرت عليكم هاد الكاميرا ما هزيتهاش من نهار السبت البنات ملي صورت لكم الهدايا. الفيديو اللي كنت حطيت لكم قبل من هذا كانت الليله ديال عيد ميلاد، كنت نسيته ما حطيتوش ونزلت لكم ديال عيد ميلاد نسيته والله الصراحه اللي في عيد ميلاد نسيته. المهم البنات شوفوا شحال الساعه، 10 القسمين نص الصباح، جمعت الدار جففت البنات، باقا ما جمعتش الكوزينه، باقا ما رديتش العشاء. اش غادي نقول لكم البنات اليوم معايا في هذا النهار، خليكم معايا حتى لاخر فيديو. عاد ديك الساعه غادي نهضر لكم على العنوان، راكم قريتوا العنوان بانني غادي هبط المغرب، غادي نعاود لكم كلشي ان شاء الله، ولكن خليكم معايا غنبقاو ايطاب ايطاب، وفي العشيه ان شاء الله غادي نهضروا على كلشي باذن الله. غادي تعرفوا علاش غادي ننزل المغرب وغادي تعرفوا علاش قررت ننزل المغرب. صافي البنات يلا خليكم معايا ما تمشيو فين. هنا خواتاتي رديت الحيمه الحمي طيب باش غادي ندير القوقج البنات، هو القوق البنات اللي كنستعمل كناخذو من عند التركي. اخواتي اللي بيونين كتاخذي القوق، انا كنفضل هذا على هذاك اللي خضر اللي كيتباع في ليديل ولا الدي ولا هذا، انا نفضل هذا ديال التركي زويون صغيور فيه 400 غرام، هو اللي كنديرو جلبانه ديال التركي. من بعد نوري عليكم، نخليو الحيمه ديال العجل كطيب. ها نتوما البنات شوفوا القوق قداش، شتو البنات هذه كناخذو هكا من التركي هكا في المجمد على مزيناتو. بالنسبه للجلبانه كناخذ هذه من التركي، شوف شحال كبيره حسين من ديال ليديل. ها نتوما كتبان بحال السربيات وما حتى يقولوا لها في المغرب بحال هكاك، شوفوا شحال كبيره. تاهي كناخذ هاد الميكا من المجمد مع التركي، وتا هذا راه كاين في المجمد. ودابا ندوز نوجد كلشي وكندير شويه مليحه والزهر من الفوق وصافي وكنسد عليه. صافي البنات ها هو الفقوق والجلبانه ديالي، صافي نسد عليه وخليه يوجد على خاطرو، دايره عف ثلاثه يطيب على مهلو باقي العشاء. غادي تنجيب بنتي غادي نعجن الخبز ولا نعجن عاد نجيب بنتي والله ما عرفت. هنا البنات كنجبد بالطبقه بالطبقه، شو هنا راه كله مغبر شفتو، كنجبد بالطبقه بالطبقه. دابا بحال هذه غادي نجبدها اليوم بثلاثه وغدا غادي نجبد هذه، وهكا كتجيني سهله الكوزينه بحال كنخملها فهمت، وكنمسح الغبره هكا بشوي فينا فيها شويه الخل وكنمسح الغبيره باش ديما كتبقى الكوزينه عندي كتشعل. شتو البنات ها هو الطواجين ديالي راه طايب جبنين الصراحه، راه فيه واحد شويه البلورا وما فينا الصراحه، تشهيتو شحال ديما كليتو قلت والله حتى نديرو اليوم. المهم يلاه بركت البنات، درت واحد زيت ارقال لشعري باش في العشيه غادي ندخل نغسلو. المهم البنات جيت دابا نهضر معكم، الطواجين ديالي طاب، بنتي غديتها وطلعت ترتاح واحد شويه، راه اليوم الاربعاء كتخرج مع 12 ونص ما كتبقاش حتى للثلاثه، وانا درت مايطه وجلست صافي كساليت الاشغال ديالي نقدر نجلس الصباح درت كل شيء. المهم البنات غادي نهبط المغرب ان شاء الله، قطعت تيكي ان شاء الله الاسبوع الجاي غادي نمشي، يعني هذا الخميس لا والخميس الاخر غادي نمشي ان شاء الله بزز باش نلقاي الطياره اللي شويه مقاربه مع الوقت ديال نتيجه تيست كورونا، بزز باش لقيت واحد الطياره اللي مقاربه مع الوقت بزز. عرفتي كنلقى غير طياره مثلا الا درت تيست اليوم بعد غدا نبغي نمشي، ولكن نمشي الصباح بكري والتيست ديال كورونا ما غاديش يجاوبوك الصباح بكري، يجاوبوك حتى لديك ثلاثه هكاك، اولا كنلقى بعدو مثلا لا درت تيست الاربعاء كنلقى الجمعه الصباح بكري او السبت في الليل،
وفي الليل تتكون المدة الصراحة هي ديال الوقت سالات، ما كتبش عليكم تروبلت بصح بزز باش لقيت وحدة. غادي ندير تيست كورونا ثلاث وغادي يجاوبوني في 32 ساعة، كنا هنا سيف في ايند هوفن 32 ساعة باش غادي يجاوبوك، وكل هو مدينة وشحال دايرين في الثمن. انا الاولى اللي قالوا لي 48 ساعة كنت لقيتها ب 139 اورو، هذه غادي نديرها ان شاء الله ب 180 اورو. غادي يجاوبوني 32 ساعة، ومي غادي يجاوبوني مثلا بحال درتها اليوم غيجاوبوني الغد لي من ورا 9 الليل، غيصيفطوا لي ايميل. وديك الساعة انا غادي نمشي الخميس ان شاء الله في العشية. البنات بابا دار العملية الاولى وما كنتش حضرت ليه، والحمد لله كان ولا شوية لاباس، ولكن راه دابا راه بزاف الايام هو كيتشكى بشي دوخة كتشدو، قالك مي كينوض راه ديك البلاصه اللي هو كاين فيها كدور به. ما كدبش عليكم مي كتكوني انت هنايا وطاريه شي حاجه لوالديك، راه الراس ديالك ما كيبقاش هنايا، راه الراس ديالك ما تيبقاش هنا، راه كيولي غير الجسم ديالك لهنا وعقلك لهيه، يعني صافي كيولي الطامبو عندك هنا فيه والديك. وملي انا كنشوف بابا جالس حدايا وتنهضر معاه ما قادرش يحل عينيه، ما قدرش نبقى جالسه. ولو قضية شويه مزيره هاد الايام البنات، الا كنتو عرفتوا انا سافرت في شهر، سافرت في شهر 8 ملي رجعت بديت في اصلاحات ديال الدار وداز عليا العيد ميلاد ديال بنتي، يعني خسرت الفلوس، يعني قضية شويه مزيره، ولكن في جهد الوالدين قطعة من لحمي ونمشي خلص البنات غير الي ما خلصتش الروتور. مي انا شفت بابا هكا قلت لماما ديه للطبيب، ديه للطبيب، داتو للطبيب ديال سيهم اختي ديال الراس، لقى عنده نفس داكشي اللي قلت ليه. انا قلبت غير في الانترنت وقلت لي بابا راه يكون هادشي راه غير تابع للقلب والدوره الدمويه عندك ما كدورش مزيان، وما بقيتيش كتشرب بابا الماء بزاف. مي دو الطبيب نفس الهضره اللي قلت لي قالها لي الطبيب، قال ليه عندك الدوره الدمويه ما كدورش مزيان، وعندك الدوخه راه عندها علاقه مع العروقه ديال القلب، وخاصك تشرب الماء راه خارج ليه يشرب جوج ايطر في النهار. ماما قلت لها ردي ليه البال، القرعه الا بانت لك خوات جيبي لي وحده اخرى، جوج ايطر اللي خاصو يشرب في النهار. الله يحفظو ليا يا ربي والهلا يضرو، راه بالي راه ما كاينش في بلاصتو. بزاف ناس تيقولوا لي سناء خاصك شويه تشدي في راسك، انت عندك الاسره ديالك خاصك تكوني معاها. رانا كاينه مع الاسره ديالي وواقفه مع الاسره ديالي، ولكن عقلي في المغرب، الا ما مشيتش نشوف والديا غادي نتسطى، الا ما مشيتش نشوف والديا غادي نتسطى. رانا من نهار عيد ميلاد فاش مشاو العائله، راه راجلي قلت لي هاد النهار كان ناقصو بابا وماما، كان ناقصو الوالد ديالي والوالده ديالي. البنات اللي تيقولوا لي قول ليه يجي يقول باباك شيبي عندك، راه القنصليه ساده، راه القنصليه ديال هولندا ساده ما حالينش. انا عندي في الاستطاعه ديالي نمشي غادي نمشي. انا هشام قال لي ما تبكيش، شي نهار صورت لكم الفيديو الغد ليه السبت كلشي البنات ردوا لي البال، سناء كنتي كتهضري مهدنا ووجهك شاحب مالك، ياك مال ياك ما كاين باس، كلكم قلت لكم غير باقا عيانه واحد شويه. المهم البنات داك الفيديو صورته لكم بزز بزز، حاولت ندير شويه العكر وندير شويه سميتو غير باش ما نبانش عليا بانني كنت باكيه ولا هذا. المهم البنات هشام قال لي انت غادي تبقاي هكا بالك دابا صافي، راسك قال لك المغرب راه ما غيحيدها لك حتى شي واحد، صافي شوفي لك التيست قلبي لك على التيست تمشي ديريها، وشوفي لك شي طياره وانا ما عليا غير نشد روبو ونديك للمطار. الحمد لله بعدا التيست ديال الكورونا لقيتها غير هنا قريبه ليا، جا راسي وغادي نبارطاجي معكم هذاك النهار كيفاش كيدوزو
كيفاش زعما كدوز ديك القضيه ديال تيست كورونا وشنو كديري فيها، وغنوريكم كل شيء بالنسبه للبنات اللي باغيين ينزلوا، اللي باغيين ينزلوا يشوفوا والديهم. مي كتسمعي الوالدين راه ما خصكش تراجعي. وعزيزي عاسي اختي شوفي والديك، حيت نهار غادي يطرى شي حاجه غادي يبقى فيك الحال. بزاف الميساجات تهوني في الانستغرام، كل وحده كتعاود قصتها، كل وحده وكتعاود قصتها. الله معاكم اختي، الله معاكم. وكنشكر كاع البنات اللي فادوني ديال هولندا، فادوني زعما كيفاش ندير وكيفاش ندير، كنشكركم بزاف. والبنات لهلي خطيكم عليا، وكنقول لكم شكرا لكم بزاف على كل وحده كتواسيني في الانستغرام، كنبقى فيها كتبكي ملي كنبكي انا. والله الا شكرا لكم بزاف. ما كنبغيش نعطيكم هذه، راه ماشي طاقه سلبيه كنعطيها لكم، لا هذه راه كنعاود لكم انا شي حاجه ديالي، راه ما يمكنش نبقى نعاود لكم غير الحاجه اللي كتفرحني، لان هذه الحياه الانسان ما كيكونش فيها ديما فرحان، ما كاينش في هذا العالم اللي كيكون ديما فرحان. ضروري شويه من الحزن وشويه من المشاكل وشويه. انا ما كنبارطاجيش معكم مشاكلي، لان ما غاديش غير انا كنقول لكم غير شي حاجه اللي هي ضراني وقادره نقولها واللي كيدوز منها اي واحد، اما شي حاجه طاريه معايا في عائلتي. ولهذا نتوما ما عندكم حتى شي خصوص باش انا نعاودها لكم، ما عندكم باش نهمكم في هذا الشيء كامل. ما قلت لكم توحشت والدي، ولا اي وحده كتوحش والديها. مشاكل انا خاطيني ما تنعاودوش في قناتي، وعمرك ما تلقيني عاودت مشاكلي في قناتي. وشفتوا نتوما اشنو كان داز، وما عمرني ما جبت هذاك الانسان في القناه ديالي، ما كنجبد حتى شي واحد بالمشاكل. الله يسر كل واحد، جوج ما تفاهموش اولا جوج بيناتهم مشاكل، الله يسر هذاك والله يسر ليا انايا. لهذا كنقول لكم البنات راه السيمانه الجايه ان شاء الله غادي نمشي المغرب، ونهار نكون غدا عندي تيست كورونا ان شاء الله نهار ثلاث، مي غادي نبغي نمشي نديرها، غادي نديكم معايا وغادي تشوفوها كيفاش كيدوز هذاك الشيء. وهاك البنات اللي باغيين يمشيو يشوفوا والديهم ويعرفوا شنو كاين، راه مابقاوش كيطلبوا ديال الدم، كيطلبوا عيل ديال النيف وصافي، هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه لبنتي، بنتي ما غاداش ديرها، قالك تيفوت 11 عام عاد مسموح لها دير تيست بي سي ار. هذا الشيء اللي غادي نقول لكم، والله ييسر الامور. بغيت نبارطاجي معكم واحد الكادو كان جابو ليا هشام بارح، خرج جاب لي مسكين واحد الهديه، قال لي جبت لك كادو. المهم الهديه كتقبل ولو تكون غير بسيطه، هو جاب هديه المره بسيطه بدون مناسبه ولا هذا، اللي هي هذه. جاب لي هاد الريحه هادي، انا شحال هادي وانا كانت عجباني، جيفانشي لانتردي هي اللي كان هو اللي جاب ليا صراحه، مش شحال هادي وانا عجباني هاد الريحه هادي. ايوا قلت لي شكرا لك لهلي خطيك، وجاب ليا واحد انا صابون اليدين، قال لي هاد لامارك راه يلا حطوها جديده شوفيها الى عجباتك. المهم هذا غير غسول اليدين ماشي شي حاجه، ريحته مش المهم. هاد اونلي قال لي الله جابوه جديد، انا قال لي جبته لك وشوفيه. راه قلت لي راه هذا هو اللي الشكل ديالو بحالو، جابوه لك جابوا لي خوه وجابته ليه ماما في الحليب، وجاب لي خو جدوش. ترى هي هذه السميه، اي هما كانوا جابوه كادوتشي، وهذا راه شراه قال لي انا شريته هذا وصافي. هذا الشيء اللي كان، هذوما اللي جاب ليا. المهم عاكي سكتني وصافي. والله زعما لهلي خطي عليا، وما كيشوفني هكا توحشت والديا تيقول لي خصك تمشي تشوفيهم. راه خداني من المغرب، راه ما خدانيش من هولندا ولا خداني من شي بلاصه، راه خداني من المغرب. يعني عارفني الا توحشت والديا راه غادي نمشي، وخصوصا دابا البنات ما مسهلينش لهم باش يجيو. صيفطت لهم الورقه الاولى باش يجيو، كان جات كورونا وديك الورقه عير ضاعت. المره الثانيه دابا كتعيط لهم ماما راه ما مسرحينش للناس اللي باغين ياخذوا فيزا. يعني دابا ماما انا مسرحينش، لا مسرحين قالك الناس اللي ما عرفتش شنو شنو داكشي. المهم الناس اللي باغين ياخذوا فيزا باقي ما سرحوش لهم. هو ثاني انا نبقى نتسنى ماما تجي، نمشي انا ويحل مولانا الا تسرحت شويه القديره غادي تجي عندي ماما وبابا. وخصوصا بابا ما خصوش يجي في هذه الوقيته، حيت مازال باقي خاصه يدير العمليه، راه عنده العمليه في هذا الشهر ديال اكتوبر.
اه في هذا الشهر ديال اكتوبر عنده العمليه، ما يمكنش يجي وهو تابع العمليه، خصو تحيد عليه. هذا اللي غادي نقول لكم، والله والله يسر الامور. المهم انا جيت نخوي لكم قلبي ونقول لكم بانني راه غادي نمشي المغرب، وكاع البنات دابا تيقولوا لي سيري شوفي والديك، سيري طلعي على والديك. غادي نمشي مسكين بابا، من اللي قلت ليه راه انا نجي شحال فرح مسكين. مشي بعدا غير نتلفو شويه في المرض ديالو، راه عرفتي كيبان ليا جالس وكيخامن في المرض ديالو. مشي بعدا نتلفو نديو ليه نور يتلف معاها واحد شويه. المهم واحد الحفيده جديده زعما راه عنده ولد، ولدو راه كيضحك معاه، ولكن نديو ليه نور شويه بعدا يتلف بها. ومشيت انايا راه انا راهي الهراج ديال الدار، انا هي الصداع ديال الدار. مشيو شويه نخلق لهم واحد الجو تمايا، راه انا هي اللي كندير مبرزيطه في الدار. انا هي الصغيره في البنات، وانا هي اللي ديما قالبه الدار فيها على طبيعة الحال عاد الضحك والتريقيل والغوات. هذه هي السناء في المغرب. ومشيت انا ارتاح واحد شويه تف النفسيه ديالي، باش مابقاش بالي ديما كيقول يا بابا واقيلا في شي حاجه وخازنين عليا، بابا يكما مريض وخازنين عليا. المهم غنمشي مع العطله ديال هيرس فاكانسي ديال نور، يعني عطله الخريف هي اللي غادي نمشي فيها. ايوا هذا اللي كاين، وهنا غادي نسد معكم فيديو ديالي وقيلا. المهم الا كنت باقي غنصور لكم شي حاجه غنصورها لكم، ما بقى ما يتصور غادي نحبس معكم فيديو. هنا الطاجين ديال قرقوج البنان طاب صافي، وقيلا ما بقى ما يتصور صافي. المهم هنا غنقول لكم تهلاو في ريوسكم مع فيديو جديد ان شاء الله. شكرا على دعمكم، والله شكرا على حبكم. شاهد المشاهدات القليله اللي عندي وكيكونوا فيها الناس زوينين، بركه عليا بركه عليا ما تكون مشاهده كثيره وهي كنتخلص مزيان، ولكن راه كلها كتكون معيور ولا كلها كلاشات ولا كلها. بارك عليا الناس الطيبين، بارك عليا ما كنت كنس نضع راسي. هذا اللي كاين، يلا تهلاو في ريوسكم مع فيديو جديد ان شاء الله. خليوا لي تعاليقكم ولايكاتكم الى عجبكم الفيديو. سلامه.